little bit. Hear me call, tip of bit, tip of bit, sing con quoi. قصة حب كبيرة بين الأسعد ونادي الفريق. بالحق معناتها الأسعد يحب الفريقي بالحق حب حب كما نقولوا راجل يحب امرأة. الأسعد يحب نادي الفريقي هكاك يحب الفريقي. هو أحسن ماتش عند الأسعد الماتش اللي كونتر الترجي اللي ماركا فيه بونتو بالراس هذاك، وأحسن بونتو اللي كونتر المستير هذاك أحسن بونتو يتذكروا معناتها ديما من أحسن الماتشات اللي عاديهم الأسعد بالنسبة لي. بن شيخه كان يحب برشا لاسعد، وقت اللي لاسعد كان في الكلوب الافريقي معناتها بن شيخه كان يسمي معناتها يسمي ولده كان يحس براسه. هي اغنيه الفراش اللي كانت قريبه شويه لاسعد كان يحبها وكي يروح يغنيها. الفريقي الفريقي 10 ملايين حبيناها وماني ناسي الفريقي نتاعي عيناي هذوما كان يحبهم برشا وحتى كي يسمعهم يبدا شيخ عليهم. كي خرج من افريقيا ضرب ديبرسيون معناتها بالحق اللي يعرف الاسعد وقرب الاسعد بالكدا في الوقت هذاك الاسعد بالحق معناتها ضرب ديبرسيون كبيره معناتها دخل بعده ما يعرفش حتى كيفاش يتصرف حتى كي تشوفوا ديما سارح ديما والله وصلنا معناتها كنا بداو ماشيين قروين كي يتعدى على البارك لو كلوب يدور وجهه على اليمين يقول لي ما نحملش حتى نشوف يقول لي معناتها هذاك واش عليه واحد ما عادش ينجم يدخل لداره. هو بالزهر نتاع الاسعد اول ما خرج من النادي الافريقي ما قلنا مشى الجرجيس واول ماتش لعبوا بعد خروجه من النادي الافريقي مع الترجي ضد النادي الافريقي معناتها بالنسبه لي قال لي وقت اللي يلعب في الماتش ليه عارف روحه يلعب مع الكلوب ولا يلعب مع الترجي قال لي سقايا وخوك اون ديغي مغروسين في الجازون ويقدر ويزيد جمهور الافريقي كله يصفق لاسعد 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 قال لي ما نجمتش حتى معناتها ابار باس اثنين وديجا معناتها هو طلب من وقت جليل رجل اختي طلب منه باش يخرج ما نجمش يواصل كي بطل الاسعد العام الاولاني عام قعدنا مرتاحين يخمم معناتها قربنا لبعضنا كعيله وكل وفي الوقت هذاك العام دي يخمم اللي هو باش لازم يعمل كارير في التدريب باش يوصل نهار يشد النادي الافريقي هذاك كان البيت نتاعو انه يرجع نهار للنادي الافريقي معناتها حتى التدريب مش على خاطر كمدرب غيان كو باش يرجع للافريقي. والله انا نخمم هو مالك ربي يبارك له معناتها هو في روح كله كواكب اللي يشوفه معناتها يحب الكوره يقوم كوره يرقد كوره الدنيا كل كسرت بالكوره في الدار. كلكم تسميوني بكام؟ مره بها تو عاد بكام ورتيني مره ميسي ورتيني كل مره شكون. حتى قبل ما يتوفى مده قصيره قبل ما يطلع للسعوديه قال لي الحاجات اللي انا ما وصلتش عملتهم انا فرحان اللي معناتها كي يشوف ولدي مغروم بالكوره ولدي مني هو صغير معناتها يبدا يلقى حتى حجره يبدا يكور بها معناتها يقول لي انا الحاجات اللي ما عملتهمش انا مش نعلمهم لولدي وان شاء الله انا كي ما لقيتش شكون يوجهني هكا انا مش نوجه ولدي نهار اخر الله يرحمه ان شاء الله هنا نكون في المستوى ونعمل اللي هو حاب يوصله. Adios amigo, adios capitano. Oh, my child, the free will have the little hip. Send me to the football. تاكل ما عنده ما قصر بل المريول سمينا تلياني ليوني تسمى زقو حب الحمراء والبيض الكرفان العشق التو فرقت الدنيا وخليت غصة في القلوب دمع في العين ما تتنسيش يا المرحوم.